السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو معلومات عن الموازي، يعني هواية يريدون يعرفون شنو الموازي وش قد درجاته وإجراءات التسجيل وشلون نسجل والأجور. الموازي يعني تشتري درجات باختصار تنقبل بكلية أدنى من معدلك وتدفع فلوس، يعني مثلا الصيدلة قبلت 98 وانت معدلك 96 او 97 تقدر تقدم على الموازي وتنقبل بها حسب القرار اللي ينص على ان تدفع فلوس وتنقبل بكلية ادنى من معدلك. شلون تكون الدرجات؟ 3 درجات عن الحد الادنى للقبول في كليات الطب العام على مستوى الجامعات العراقية كافة، 3 درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الصحية والطبية والمعاهد التقنية الطبية على مستوى المحافظة الواحدة للتخصص المناظر، 4 درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية، 6 درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري. إذا طلع اسمك بالقبول الموازي أو تريد ترجع لقبولك الأصلي المركزي، يعني تقدر قبل لا تكمل التسجيل ولا تروح تسجل ولا تسوي أي شيء تلغي كل قبولاتك الأهلي الحكومي المسائي المباشر. إذا قبلوك ضمن الموازي ودفعت الأجور وما تقدر يعني تتراجع أبد، أجور الدراسة كل سنة على حدة. الموازي يشمل كل الكليات مو بس الطب، كل الطلاب تقدر تقدم عليه سواء صباحي أو أهلي أو مسائي، بالتعيين ما يفرق أو حالك حال المتخرجين مركزي مو موازي. الإجراءات: تأخذ رقمك الامتحاني والرمز السري لأقرب جامعة على مود يفعله. التقديم يكون 10 خيارات كليات أو معاهد، أكثر شيء تقدر تختار اختيار واحد وتقدر الـ10. التقديم شلون؟ خلال نافذة إلكترونية خاصة بي تقدم مركزي، وإذا ما عجبك يعني قبولك وعندك إمكانية تقدر تقدم موازي. ملاحظة مهمة عن نقل طلبة الموازي، يعني إذا نقلت وأنت موازي حيزيد عليك أجور الموازي بنسبة 25% عن الأجور الأصلي. يعني إذا انقبلت موازي بتكريت مثلا الأجور كانت 1,000,000، بعدين تريد تنقل لبغداد أنت لازم تدفع 1,500,000، يعني حتى يعني 250,000 تبقى للجامعة الأولى اللي انقبلت بها، والمليون تصير يعني للنقلة حتى النقل عليها، يعني يصير موازي وربع عليك وتبقى تدفعهم لحد ما تتخرج. إليكم أجور الموازي بعد التخفيض للسنة الحالية للكليات والمعاهد: كلية الطب 4.5 مليون، طبعا كلية طب الأسنان 3,750,000,000، كلية الصيدلة 3.25 مليون، أقساط النفط والمعماري في كليات الهندسة 1,500,000، الأقساط الهندسية الأخرى 1,500,000، كليات التقنية الهندسية 1,000,000، كليات التمريض 850,000، كليات التقنية الطبية والصحية 1,500,000، كليات العلوم والعلوم السياحية والتخصصات العلمية 750,000، كلية القانون 600,000، كلية الإنسانية 450,000، كليات التقنيات الإدارية 500,000، المعاهد التقنية الطبية 1,000,000، المعاهد التكنولوجية 600,000، بقية المعاهد التقنية 375,000. يتم تسديد الأقساط على شكل 3 دفعات. الموازي صار 2 سنين نصف المبلغ، ما نعرف يستمر التخفيض لو يرجع مثل قبل، وإن شاء الله التوفيق.